سي سعيد جديد مدينه الدار البيضاء في اطار لا ليمونطاسيون ديال لي بوين دو فون ديالنا. البضاعه تتدفق بقوه، لي شوميز لي شورت تي شيرت مسكم البولو كلشي كاين. وعندنا المفاجاه باش ما نخلوش لوكاليزاسيون ديال الاخرى، نحاولوا نبارطاجيو معكم لوكاليزاسيون الموقع ديالنا بالضبط هو الاول عاد ندخلوا حيت عندنا بزاف ما يتشاف. اذا بيك ستور الدار البيضاء، هذه هي بيك ستور اللي بيع الملابس الجاهزه رقم واحد لتكسير الاسعار في المغرب. هذا هو اون بوان ديال الشهديه اللي كتشوفوا معانا، اون بوان ديال الشهديه الوالفه القرض الفلاحي شوكه كاين ديك السيدات اللي كتحضر التقنيه الطبيه الشهديه كاروسري حمراء جارنا بيك ستور اللي بيع الملابس الجاهزه الدار البيضاء هنا فين كاين الشوروم القديم ديال ياماها. وعلى يدينا اليمين الا كنا هابطين هذه الهبطه ديال الحاج فاتح الله يفتح علينا بباب الخير كاملين لانديس راه باين اللهم بارك. بضاعه قويه جدا بالنسبه للشورت كاردو والثوب ديالو يا سلامات سوبل لا سوبلاس. شنو هي لا سوبلاس؟ انت شوف معايا عاوتاني الجديد الصنداله. يلا ندخلوا بالنسبه ل شوميز، اجي شوفوا لي شوميز شوميز مايا لا سوبلاس انت لي شوميز. شوف واحد الملحوظه دخل عندي خويا ايوب، لي شوميز ماشي طبيعه القدام، ماشي داك الثوب ديال النيلو اللي كينوض فيك العافيه، لي شوميز مبردين كيتادابطاو مع هاد الاجواء هادي الحاره ديال مدينه الدار البيضاء وديال هاد الوقيته. وما كاينش موديل واحد ولا جوج، اللي عنده موديل واحد راه مخبي ليكم داكشي من العام اللي فات. عندنا بزاف ديال الموديلات، حنا ملي جبنا لكم موديل واحد درنا له 1000 ريال، ولكن هذا الموديل هذا باقل ثمن في المغرب. وقبل ما ندخلوا في الموضوع عندنا واحد المنتوجات اللي غنديروا فيها تكسير الاسعار. فين هو الجين؟ فين هو الجين؟ فين هو؟ ارى لي الجين، فين هو الجين؟ ارى لي داك الجين اللي غنهبسوا فيه الاسعار. حاولنا اننا بعدا نديروا لكم هذا الكارو هذا، اي حاجه هزيتيها من لهنا شوف. تيشيرت جديد بطبيعة الحال 49 درهم 100% كوطون أصلي 49 درهم. هاد لي تيشيرت هادو ممسيريينش، إجا تقدو شي حاجة يلبسها 49 درهم أقل ثمن في المغرب 49 درهم. وماشي أي تيشيرت، لي تيشيرت عالي الجودة تا الأوفر سايز 49 درهم. كاين بزاف ديال اللوينات، كاين بزاف ديال الطبيعات. المهم هاد الكارو هذا غتدخل من الباب غتلقى 49 درهم. عطيني الجديد، هذه المفاجأة، هذه هي الصدمة. السواد ديال 350 درهم، أيه أه قرب معايا باش تشوف علاش قلت لك هذا الشيء. سواد بيان فيني نسخة طبق الأصل من الأصلي والأواخر. هذا غنحاولوا أن الثوب ديالو إيلاستيك، غنحاولوا أن يكون فيه واحد الثمن رمزي كادو ليكم لي جون عشاق بيك ستار. واحد، عطيني الثاني، واش الموديل؟ لا موديل واحد الموديل الثاني، دراري دري ديال الفاشن، السواد ديال 350 درهم. عطيني اخويا الثاني عاوتاني، الله يبارك. شوف، خلينا كاين السروال وكاين السريوين، هذا السواد، اللهم بارك. باقي موديلات. شوف لا طايب، من 31 إلى حتى 36، من 31 إلى حتى 36، كلشي غيتسطى علاش؟ الثمن صادم 99 درهم. أرا نشوف. واش هذا؟ واش هذا؟ 99 درهم ما كايناش هاد الجين هذا، هذا الثمن حتى بالجملة ما كايناش. تمتع. ها تمتع بهذا يلاه. 99 درهم غادي تشوفوا هنا لي شوميز. بالنسبة لي شوميز ما عندكمش وحدة ولا جوج، عندكم باقة من أجود أنواع لي شوميز مبردين. هاد الشورت هذا اللي لابس أنا غير مارياج ماشي ديالها، كاينة هي والشورت ديالها لو بغيتي أونسون. تمام شوميز بحال هادي اللهم بارك، تشوف مبرد والكاليتي المزيانه. شوف كاينه واحد الفصاله كتلبسها كيبقى الكول ديالها مايل لواحد الجيل، هذيك ما عندناش. 79 درهم، وخا في البدايه ديال الصيف كاين اللي غيبدا 130 150، حنا نبداو معاكم 79 درهم بالنسبه لي كولور. عطيني شو لا كولور ديالها كي داير اللهم بارك. وهذا هو الشورت ديالها، شو الشويريط دابا لا بيسين ها اكادير ام سوان ام ودان ام ام ودان مراكش فرحت ام ودان. انا خويا 79 درهم بغيتي حتى الشويريط. اللهم بارك. شوف 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 البضاعة جيدة جدا 79 درهم مباشرة من مدينة الدار البيضاء، وكاين بزاف
نحاولوا اننا نوريكم شويه بزاف يعني هذه الواجهه حاولنا ان نخصها لكم كامله لي شوميز. هذه بعدا شو الشوميز اللهم بارك شو الشوميز انيقه جدا. شحال درهم سعيد؟ 79 درهم. ويا الشاط 149 درهم. اجي نخلو عاوتاني لهنا لي بول لي شوميز باقي لي شوميز باقي الخيرات لي بالنسبه لي شوب لي شوب بحال لي لابس انا هادو عالي الجوده كما قلنا شو التوب هذا هو التوب اللي سبق وعاود توب كولومبيا اللهم بارك لي طاي ديالو مسمول حتى الدوبل اكس لارج ولباس وسوبل هانت خلينا ماشي البيضه العاديه كاينه تقريبا شي سبعه ديال لي كولور كاملين طوندونس يعني عشاق لي شورت كارغو شي شورت كي داير هادشي فيه فقط عند بيك ستور اللي يبيع الملابس الجاهزه بالنسبه للناس اللي كيشوفوا هاد لي موديل هادو كيشوفوا هاد البيضاء هادي حاليا في الدار البيضاء في مدينه محمديه ولا في مدينه فاس فهي مساله وقت يعني للتوزيع فقط مساله وقت التوزيع كياخذ واحد شويه الوقت ان شاء الله البضاعه اليوم مساء تكون في مدينه محمديه وغدا ان شاء الله باذن الله تقدر تكون في مدينه فاس اذا لي شورت زيد عطيني لي شورت الله يبارك اللهم بارك لي شورت عاليين الجوده وباش نرضيو جميع الاذواق كما كتعرفوا دائما بالنسبه عاوتاني لعشاق سبور الشورت ديال التايك الاخر بطبيعه الحال جديد دائما كنوافيكم بالجديد فيه تقريبا اكثر من 12 لون اكثر من 12 كولور الجديد الله يبارك زيد عطيني لي كولور ديالو بزاف هو خيسال اللهم بارك راه تقريبا كاينه عطيني هذا ديجا عطيتيني الزرق هذا راه الشيبي راه الشيبي حبيبي سيور ديما الكتريك الجيب ديال التاك عنده هنا اللهم بارك حيت كاين اللي كيدير هاد السلسله هادي غير ديكور كنحاولوا نذكروكم باللي هنا راه كاينه واحد الجيب تخبي فيه فلوس ولا الممنوعات ولا المهم زيد اخويا شويريط الله يبارك البلاك بلاك ها الفول بلاك زيدني اخويا اش من اللون هذا الشيبي هذا والاخر هو الشيبي الاخر بلوسيال بلوسيال الله يبارك زيدني اخويا هذا اش من اللون هذا شوف الكاشيري هذا هو الكاشيري هذا كيجي شويه تحت الركبه يعني كاينه سيل بونتاكوت هذه الجديد البضاعه الجديده زيدني اخويا اللهم بارك عليكم السلام ورحمه الله شد اخويا احمد شد شد مد احمد ها تمساح المطروز غادي مطروز مع التويب والتويب دائما فوطه بونتاكوت بالنسبه للجويب عاوتاني سنيسله طبق لي على بزيق ننتقلوا عاوتاني لستيل واحد اخر عشاق شورت جين سامبل اولا اللي فيه غير خبيشات شنو فيه احمد؟ خبيشات خبيشات يعني ماشي ديشيري ماشي فول ديشيري هانت بصالة ديالو ريكولار وخبيشات باش كيعطيونا النظرة وحتى الكرون تايم توفر حتى 52 حتى 2000 حتى 52 هذاك الكاركو بلات جين عاوتاني في الكاركو عندنا الزرق فونسي الزرق دي لافي والزرق بارد نمشيو عاوتاني ديشيري ها هي ديشيري ديشيري هو اللي فيه تقطيعات اذواق لا تناقش كل واحد شنو كيبغي حنا كنحاولوا اننا نوافيكم بالجديد دائما البضاعه تتدفق بقوه الله يبارك من 31 الى حتى 52 كنحاولوا نقول لكم ان لي شورت جين دخلوا وبقوه الكارغو في جين عاوتاني عشاق الكارغو وجين الاستيك الجرينوار فيه الجرينوار وفيه النوار بالنسبه للي تيشيرت لي تيشيرت حديت ولا حرج لي تيشيرت كاين بزاف ديال لي موديل تيشيرت عالي جوده فاشن غير كل موديل تقريبا عاوتاني فيه اكثر من 10 ديال لي كولور الله يبارك هاد الخيرات هادو كاملين الثمن ديالو ما كيتجاوبش شحال باش كلشي يلبس 100 درهم 79 درهم 79 درهم كلشي غيلبس ان شاء الله اللهم بارك ودائما لي تيشيرت كما قلنا لكم راه فيهم بزاف ديال لي كوب كاينه سليم فيت اللي كتجي بودي كاينه تيشيرت وكاينه الاوفر سايز 79 درهم من سمول حتى للدوبل اكس لارج طبيعه الله يبارك مختلفين ديال الفاشن لي كولور راه لي كولور كاملين كاينين اي كولور بغيتي تماري به راه كاين غير لي كولور طوندونس تبارك الله
اللهم بارك. كل موديل هذا عاوتاني في السبور 79 درهم تتعدد لي موتيف والثمن واحد 79 درهم واحد التيشيرت اصلي اكايب حاولنا نديرو لكم في هذا الريون هذا وغنديرو له واحد الثمن بحال هذا الشيء هذا راه اصلي 100% غيكون فيه واحد العرض من اليوم الى غايه يوم الاحد ليلا شد اخويا احمد هذا الشيء اللي كنوريكم دابا حتى نهار الحد ان شاء الله يكون فيه واحد العرض اللي هو 49 درهم من البتي طاي حتى الكرون طاي وفيه لي طاي حقيقيا 49 درهم هذا البيستاج هذا الله يبارك ابيض عاوتاني 49 درهم عطيني هذ الكحل هذا الله 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 ويلي واش هذا بداك الثمن 49 درهم خيرات هذه 49 درهم بالنسبه لعشاق الاوفر سايز عاوتاني عندكم باقه من اجود انواع كاينه تيشيرت ريغولار وكاينه الاوفر سايز بحال دابا هذه اوفر سايز ديال الفاشن وهذه تيشيرت ريغولار في الفاشن دائما في هاد لاكولوغ هذا كاينه بزاف ديال الطبيعات هاكا خويا احمد راه لي عاوتاني اوفر الكاليتي طالعه ماشي الكاليتي العاديه بحال هذا واخا تقرب ليها الكاميرا ما تخافش الكاليتي طالعه في الاوفر سايز هذا دابا فيه ثلاثه الطبعات هذا فيغولا وهذا الاوفر سايز اسمع عشاق الاوفر سايز راه الاوفر سايز كاين ودائما باقل ثمن في المغرب إذا هنا كنكونوا شاركنا معاكم بزاف ديال المنتوجات نحاولوا اننا نقول لكم باللي لي باسكيت سبرديله من 35 الى حتى ل 44 غدير 79 درهم 79 درهم هاد دو كولور هادو اللي كتشوفوا معايا هنايا وبالنسبه للصنداله جديد الصنداله بحال هادي اللي اختاريتكم هاد الامسيه هادي جديد جديد ماشي الصنداله العاديه غير التذكير عندكم هاد الصنداله هادي مليحه ولكن درنا فيها واحد العرض ما بقاش فيها بزاف كاينه كونتيتي فيها ليميتي ب 49 درهم غير باش لي كليون ديالنا ما يفرقوا بيناتهم وهادي جديده اللي جات دابا رغم ان بزاف ديال الناس دايرين لها 250 حنا غنديروا لها كيما ولفتوا النغمه والرنه ديال 99 درهم كلشي غيلبس وها هو يغادر في حفظ الله ورعايته.